السيدات كلهم صاحبات مقولة وش ألبس؟ طبعا ما عندي شيء ألبسه، هذه دائما نقولها وكل يوم نقولها وقبل ما نطلع للدوام نقولها. طبعا أكثر تبضع وشراء للملابس النساء من الرجال، لذا من المهم أن يكون في كل منزل غرفة خاصة للملابس علشان تدخل عليها السيدة وتختار، والمشكلة عندك غرفة ومنتي عارفة وش تدورين. اليوم حنتكلم أكثر عن هالموضوع طبعا، وديكور غرف الملابس وكيف نختار المساحة المناسبة وكيف أنه ممكن يتم تقسيم هذه المساحة بحيث أنها تلائم احتياجات كل سيدة. نتكلم أكثر عن هالموضوع مع ضيفنا بالاستديو فواز الرقاس، مصمم ديكور. حياك الله سيد فواز. الله يحييك واشكركم على استضافتكم الكريمة وقناتكم مميزة. هلا وسهلا. طبعا الحريم تعبوك أو النساء السيدات تعبوك؟ أكثر شيء، لكن هذا شو يسوي؟ لازم. لا. المشكلة الغرف، غرفة الملابس هذه شيء مرة مهم، ومن جد لازم تكون مرتبة بطريقة معينة علشان أنت تعرف إيش تختار. وطبعا ما عندي شيء ألبسه على كل الملابس اللي موجودة، ما عندك شيء تلبسه. صحيح. نبغى نعرف كيف دخلت ذا المجال أول شيء، وكيف ممكن أنه السيدة ترتب غرفتها بحيث أنها تكون سهل عليها تختار أي حاجة. نعم صحيح، أنا دخلت المجال من أكثر من 10 سنوات. نعم. والحمد لله قريت فيه كثير وأخذ دورات كثير فيه، والحمد لله حسيت نفسي محترف في المجال ده. جميل جميل. طيب ما تعبوك؟ كيف يختارون؟ كيف التنظيم؟ كيف التقسيم أنت ممكن تقسمها لهم؟ التقسيم يختلف على حسب احتياجات الشخص، إذا مثل عائلة زوجين مثلا، أو مثلا واحد سينجل أو زي كذا، أو أطفال يختلفون. فتقسيم غرفة الملابس على احتياجنا. جميل. أول شيء نشوف احتياجنا والمساحة. جميل. طيب هو أول يعني الآن أصبح الوضع مختلف عن زمان، أصبحت غرفة الملابس هذه أساسية من البيت. صحيح. مو إنه واحد عنده دولاب مع غرفة النوم يجي وخلاص يكتفي. صحيح. فيه أغراضنا ما شاء الله كثرت. ومن المهم اللي أنت ذكرتيه يا رندا إنه إحنا بننقي ملابس ونقول ما عندنا، نفتح الدولاب ما عندنا، يمكن الترتيب الغلط لأنه ما بنشوف كل اللي عندنا، فهذا هو السبب. كيف ممكن نختار غرفة ملابس مناسبة وكمان تكون ألوانها مناسبة للغرفة، بحيث أني أنا لما أدخل الغرفة أقدر أشوف كل حاجة، كل الأغراض اللي عندي وأنقي بسهولة؟ نعم، بالنسبة للتصميم الغرف الآن أصبحت من أساسيات البيوت. يعني غرفة النوم لابد في غرفة ملابس. قبل كان فيها الدواليب، ما يسمى الدواليب. الدواليب كانت زحمة الغرف وغرفة النوم، تخلي غرفة النوم أصغر، فوضى فيها. مزبوط. شوي فوضى. فالآن مجال غرفة الملابس تقدرين ترتبين غرفتك على راحتك مثلا، وتختارين الألوان المناسبة لها. وفيها يعني طبعا تختلف الغرف الخزائن، فيها مثلا سلايدنج دور، وفيها الأبواب العادية ذي، وفيها مثلا تكون زجاج، وفيها أوبن. مزبوط. فيعني أنت على حسب احتياجاتك. إذا كنت أنت المرتبة، إنسان مرتب زي كذا ويحط بوكسات وسلال وباسكت وزي كذا، يحتاج يحطها مثلا على الأوبن دور. وبالتالي هنا في الرياض مع الغبار دائما الجو مغبر، فالمفروض أن تكون مقفلة كلها. أكثر المنطقة الوسطى لابد يستخدموه اللي هو مقفل، إذا الباب مقفل أو زجاج مقفل السلايدنج دور. طيب فواز كمصمم ديكور، إيش برأيك أفضل كدواليب وتسريحات؟ إنه مثلا في ناس بيخلوا الدولاب داخل الجدر. نعم. عارفها. نعم. هذه تكون من ضمن تصميم المنزل. الآن أغلب البيوت والمصممين ما شاء الله حديثين يصمموا هو الدواليب، مكان الدواليب أو الخزائن في نفس التصميم في نفس المبنى. قديه يساعدني ده إنه هو يسوي مساحة أكبر في غرفة الملابس؟ وكمان أبغى أستفسر عن شيء، إيش ممكن تكون في تقنيات حديثة في تصميم الدواليب تساعد أو تسهل إني ألاقي الأشياء المخفية مثلاً اللي تكون وراء؟ في ناس بيعملوا دواليب غريبة كذا. نعم، في الدوار وزي كذا، لكن غرفة الملابس لابد فيها ثلاث مثل 5 أو 4 أساسيات اللي هي التسريحة. تمام. والخزائن والجزيرة. الجزيرة. الجزيرة هذه مهمة الآن، يعني شيء حديث. اللي هي للإكسسوارات. الجزيرة اللي تكونها في الوسط، والسيتينج اللي هو الكرسي الاستخدام. الجزيرة ممكن يحطوا فيها اللي هو المجوهرات، مجوهرات بشكل زجاجي من الأعلى. هذا اللي في المنتصف. يعني الواحد يقدر يشوف الكجوة اللي يستخدمه بشكل يومي، أو مثلاً الأشياء الذهب والمجوهرات والماس، يعني في خزائن خاصة لها. صحيح أكيد. نعم. فواز طب شوي نتكلم عن التقسيم بشكل يعني أعمق أكثر وأوضح، لأنه يمكن أعتقد كلنا إحنا عندنا يمكن هذه المشكلة، إنه إحنا صحيح. ممكن يكون عندنا مساحة كويسة مثلاً غرفة 5x4 ولا يعني غرفة عادية. صحيح. طبيعية. صحيح. وحطي فيها ملابسنا، لكن نبغاك تعلمنا كيف إحنا نسوي
التقسيم اللي يشيل كل الأشياء اللي عندنا من ملابس من شنط، خصوصا البنات زي ما ذكرنا في البداية يعني أشياءهم مرة كثير، شنط، ملابس، إكسسوارات، يكرمون السامعين، جزم، يعني أشياء مرة كثير. فإحنا نبغى نعرف إيش التقسيم الصحيح اللي يساعدنا إحنا حتى نقدر نتحرك بالغرفة، مو أن يعني يكون كل شيء على بعض. بالنسبة للاستخدام اليومي لابد يكون له جزء معين، زي الكاجوال اليومي مثلا، اللبس اليومي، اللبس الرسمي، جميل، جهة معينة، جميل. اللبس مثلا الشتوي في خزائن مرتفعة مثلا، لأن الخزائن أنا لاحظت أنه مثلا من 220 230 ارتفاع، لازم لنا الجدر أنه إلى الجدار فوق، إلى السقف، فهو إذا خدناها خدنا مساحة أكبر الغرفة. أكيد. فمثلا الشتوية والرفوف اللي على الجدار. نعم، الرفوف اللي هي الرفوف المعلقة ذي معلقة. هذه حلوة مرة جدا، تفضلك مساحة. صحيح. نعم صحيح. هو المشكلة فواز أنها لين السقف وما تعرف وش فيه بالسقف. ما هو مشكلة، عرفت؟ أنت فكر تطلع أفضل. لا لا، في سلم تطلعي له، بس في أشياء تنزل. إذا حطيتي إلى السقف تستخدمي مثلا أشياء شتوية تخزينها بعد، وتعطيك مساحة في المستوى اللي هو اللي دائما نستخدمه مثلا. اي انا دائما حاطه الاشياء اللي فوق للبطانيات، للمخدات، الاشياء حقت الضيوف. نعم. والمفارش والاشياء هذه. بس فواز يعني لازلنا نعاني من تكدس الملابس. نعم. واحنا عارفين هي صحيح. ايش هي بالضبط. صحيح. ولا احنا عارفين ايش نختار ولا نتنقى. بس فواز يعني البنات ما حس انهم يحطون يكرم السامعين الجزم بغرفه الملابس، لها غرفه مستقله. والله هنا كيف يكون التقسيم؟ والله أنا أفضل أنها تكون في غرفة الملابس، لأن ممكن القسم القريب من الأرض يكون هو هذا مسؤول عن ما يكفي. أنا أتوقع يكفي لو 4 × 5 مثلاً مثلاً غرفة، أنا أتوقع يكفي. يعني أو يحط في جزيرة في الوسط. يكون يعني مخزن. أنت التقسيمات هذه أنت تعملها فواز. نعم أنت صحيح. تصممها للبنات. نعم صحيح. والمحلات تصممها نفسهم، نفس المختصين في الخزائن. أنا حبيت كمان فكرة تعبير الدوارة، يعني هذه ممكن إنه حتى تستغلينها للجزم. والله من الأشياء الحديثة. نعم. تختلف تصميمات غرف ملابس الأطفال عن الكبار، وإيش اللي بيميز غرف الأطفال؟ نعم تختلف، لأن الأطفال يحتاجون مثلا أرفف كبيرة شوية عشان الألعاب مثلا. مثلا الواحد تخزين الألعاب طبعا هذا شيء مرة، هذا شيء كبير يعني. بعضهم يحط الدراجات، يحط أشياء يعني الأطفال، لكن يعني قريبا من بعض كل المساحات، ما فيها أي اختلافات كبيرة يعني. حلو. أنا بصراحة من الناس اللي أعشق جدا شكل الدواليب حقت الملابس، مرة أيه. تعجبني خاصة المفتوحة، ولكن زي ما كنا نتكلم قبل شوية لأنه المنطقة الوسطى فيها غبار كثير وكذا، فيفضل أنها تتقفل. نعم أو يكون الدولاب مقفل. لكن ما سألتك عن الألوان، ألوان كمصمم برضو ديكور، هل في ألوان معينة أو هل في ألوان تناسب أكثر غرف الدواليب؟ نعم. حقت الملابس إذا كانت مثلا غرف صغيرة مثلا، أنا أفضل الألوان اللي هي الخفيفة، زي مثلا الألوان الأبيض والمشتقات والأوف وايت والأشياء الخفيفة. نعم زي كذا. طيب طبعا فيها المرايات، لابد يكون في كثيرة المرايات فيها لإعطاء اتساع في المكان، تشعرين بأريحية شوي. حلو. حتى الواحد يجرب ملابسه ويتفرج. نعم يشوف يعني على يشوف جسمه، يشوف يلف مين راحته وكذلك الإضاءة. يعني احنا تكلمنا بداية عن السيدات او البنات بشكل عام، وكيف هم بما ان اغراضهم مرة كثير، او اغراضنا كثير. نعم. بالاصح اغراضنا احنا مرة كثير، لكن نبغى نتكلم كمان عن الرجال. يعني يعني كيف انت تشوف مثلا، يمكن انت صممت لسيدات. نعم. وصممت لرجال. نعم. فاحنا نبغى نعرف ايش الفرق وايش اللي لمسته بالفرق في التصميم، كيف يختلف من هنا لهنا. والله اكثر البنات يستخدموا خزائن المجوهرات صراحة. أيوة. لأن أكثر شيء إكسسوارات ومجوهرات تأخذ جزء من متر إلى مترين في الغرفة يعني على طولها يعني. فهذا يعني فرق شخصي. والرجال يعني طبعا ثياب وساعات، هذا هو إكسسوارات هذه الخفيفة اللي تجي. نعم إكسسوارات خفيفة بعد كذلك. مرة حلو، هو في فرق مرة كبير صح يعني. نعم. في أمور كثيرة يمكن إحنا بتضيع عليها، لكن أنا هسأل سؤال بعيد عن يعني عن غرف الملابس. أحسن. الدواليب انت ذكرت قبل شويه انه في ناس ما يستغلوا طول او مساحه الغرفه. نعم صحيح. بحيث ان هم يسووا دولاب من اخر الغرفه لين اولها. نعم. ولكن قلت انه الاشياء الشتويه ممكن نحطها فوق. طب المساحه هذه للاشخاص اللي ما عملوا يعني دولاب للسقف، كيف ممكن يستغلوها؟ يستغلوها ممكن بالارفف، يضع ارفف فيها او سلال او صناديق.
البوكسز دي للتخزين، يقدر هذا هو يقدر يعني هنا ممكن يكون هذا هذه الطبقه نفسها زي ما انت ذكرت او في البدايه انه نحط الاشياء الشتويه، تخزينات المفارش وما الى ذلك تكون نعم. فوق في الأعلى. هذا هو هذا هو الدارج الان في المجتمع هنا. مره حلو لما الوحده تفتح دولاب وتلقى كل شيء مرتب بالالوان بالاشياء هذه، يعني جالسين نحرص احنا البنات اكيد على الاشياء هذه وكيف ممكن نرتبها وكيف ممكن نسوي ترتيبها حتى يعتمد على بعد ورق الجدران الحائط، لابد ورق جدران. انا احب المرايا فواز، احب المرايا تكون موجوده علشان وين ما تلفين تلقين انه انت هذا هو المطلوب اكثر شيء الان، اكثر شيء الان هو المرايات مثل ما ذكرنا ممكن انها تساعدك حتى انه انت ما تروح مكان ثاني تشوف نفسك وترجع وتحوس الغرفه لو كانت تسريحه بغرفه الملابس هذا كذلك فيها خصوصيه واريحيه صحيح. مثلا الواحد يدخل في الغرفه ذي الخزانه يخلص كل شيء ويطلع يخلص كل شيء ويطلع صحيح. حتى يضع مجوهرات اوراق الخاصه كل شيء موجود صحيح. فوز يعني يعني فعليا الحوار كان جدا لطيف وممتع معك ومفيد لنا كلنا ان شاء الله. احنا نرجع الحين اعاده ترتيب غرف ملابسنا. يعطيك الف عافيه فواز، شكرا لحضورك اليوم. الف شكر لكم والف شكر للساده المشاهدين. هلا وسهلا من مشاهدينا، اكيد احنا مكملين معاكم باقي فقراتنا اليوم لكن بعد هذا الفاصل.